نتابع مع حضراتكم جزء من المؤتمر الصحفي للزعيمين ونرجع مرة تانية. أنا عايز أضيف لكم بعد إحنا دايماً بنتكلم عليه هنا في مصر عن حقوق الإنسان. لازم نعترف إن إحنا ونتكلم بإنصاف إن إحنا لسنا كأوروبا ولسنا كأمريكا، نحن دولة أو منطقة لها خصوصيتها ولها طبيعتها الخاصة التي تتميز بها وتتسم بها. وبالمناسبة التعدد والتنوع والاختلاف بين الدول وبعضها أمر طبيعي، مفيش حاجة هتبقى، مفيش دولة في العالم أو مفيش ممكن يبقى في العالم كله يسير على نهج واحد ويقول إن هو ده النهج الأفضل والأمثل، ما نقدرش نقول كده. لكن نقول إن التنوع الإنساني اللي موجود في العالم كله ده أمر طبيعي وهيستمر. وأتصور إن محاولة تغييره إلى مسار واحد فقط يمكن ما يكونش أمر جيد. دي نقطة. النقطة التانية من الإنصاف، لما نيجي نتناول المسائل في مصر، فخامة الرئيس تحدث عن عدد سكان مصر 100 مليون، واستقرارهم وأمنهم مهم جدا، ويا ترى حجم الحريات المتاحة ليهم قد إيه؟ حرية التعبير متاحة ولا لا؟ حرية التقاضي ودولة القانون متاحة ولا لا؟ ده أمر أنا بأكده دلوقتي عشان بس أطمن السائل فيما يخص الحريات والحقوق في مصر. لكن ما تنساش إن إحنا بنتكلم على منطقة مضطربة وإحنا جزء منها، وفي مشروع كبير جدا كان المفروض يتعمل في المنطقة ديت، والمفروض إن مصر هذا المشروع لم ينجح فيها، هذا المشروع لم ينجح فيها اللي هو إقامة دولة دينية في مصر، وبما تعني هذه الكلمة من كل التحديات للمنطقة وحتى لشعب مصر اللي رفضها. فدي نقطة أخرى عايز أضيفها وأقول أتكلم عليها كمان. لكن عايز أقول لك تعال نتكلم مع بعض حجم الجهد اللي عملته الدولة المصرية مش الرئيس السيسي في إطار حقوق الإنسان كما يراه وتراها حتى منظمة الأمم المتحدة. عندما أتحدث معك وأقول لك إن كان في عندي 250 ألف أسرة موجودين بيعيشوا حياة غير أدمية على الإطلاق، غير أدمية على الإطلاق، كانوا موجودين. أنا بس عشان لا يليق إن أنا يعني أجرح مشاعر مواطنين، يعني كانوا موجودين في سكن لا يليق بأي بشر. عندما توفر لهم الدولة المصرية ذات الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتقوم بحرب على الإرهاب منفردة بقى لها 5 سنين، ما يعني ذلك من تكلفة، سواء كانت تكلفة مادية أو تكلفة أمنية أو تكلفة اقتصادية، توفر 250 ألف شقة، 250 ألف شقة مفروشة يعني متأسسة، عشان نقول للمواطن ده إن مصر شايفاك ولن تسمح إن هي تتركك في الشارع تعيش كده أنت وأبنائك. ويبقى إحنا بنطلع الأسباب التطرف والإرهاب بنزيدها بإن إحنا نترك هؤلاء المواطنين بلا مأوى أو بلا إقامة حقيقية. دي نقطة. لما أجي أقول لك إن أنا عندي قوائم انتظار للمرضى في مصر كانت بنعالج، بس تقدر مصر تعالج 10,000 مواطن في السنة، وتقدر تدبر الموارد لكده ل10,000. عندما تقوم مصر خلال 8 شهور اللي فاتوا بمعالجة 10,000 كل شهر بمعدل 120 ألف حالة انتظار لعلاج، علاج ضخم، علاج كبير، أورام، يعني جراحات كبيرة، هل ده لما أعمل الكلام ده 120 ألف مواطن أسعد أسرته وأسعد ده وأسعد ده، هل ده مصر ما رعتش حقوق الإنسان من منظور آخر غير المنظور اللي انتوا بتتكلموا فيه؟ مع كل تقديري للمنظور بتاع المدونين، ولكن مصر لن تقوم بالمدونين، مصر لن تقوم بالمدونين، وانا بقولها لكم بمنتهى الصراحة، مصر تقوم بالعمل والجهد والمثابرة من جانب أبنائها. احنا بنعمل إصلاح اقتصادي وإصلاح اجتماعي وإصلاح سياسي وإصلاح ديني. انا عايز اقول لك هو كان في حد يقدر يتكلم النهاردة على شكل المسار العلاقة بين المصريين وبعضهم البعض؟ انا بتكلم على كل المصريين. احنا بقى النهاردة لا يليق عندنا في مصر بقت إساءة انك انت تقول مصري مسيحي ومصري مسلم، مبقاش ده مقبول عندنا دلوقتي، بقى اسمه مصري بس له حق المواطنة، الذي يؤمن والذي لا يؤمن.
على الإطلاق. يعني حتى الذي لا يؤمن ما ليه مكان. إحنا بنتكلم على مش كلام بنطرحه وإحنا وابدين بنتكلم هنا، دي ممارسات بننفذها بالفعل حتى تخرج من مصر إلى المنطقة اللي إحنا موجودين فيها، اللي هو المواطنة والعيش المشترك والعيش والتآخي بين الناس والمحبة بينهم. أنا عايز أقول لك في مصر هنا بيتخرج كل سنة 1,000,000. قول لي أشغلهم إزاي؟ أنت جيت بتسألني بتقول لي عايز حق المدونين، وأنا بسألك أشغل دول إزاي؟ أجيب لهم شغل منين؟ 1,000,000 كل سنة منين؟ أعمل إيه؟ أنا مستعد أسمع منكم وأسمع نصايحكم، بس حد يقول لي أعمل إيه؟ وأجيب منين؟ أعمل إيه في 1,000,000 اللي بيتخرجوا كل سنة؟ أعمل إيه في 2.5 مليون اللي بيتولدوا كل سنة؟ عايزين يخشوا مدرسة، وعايزين يتعلموا كويس، وعايزين ياكلوا كويس، وعايزين يتعالجوا كويس. حد يقول لي أعمل إيه؟ حد يقول لي نحل المسائل دي إزاي؟ أنا آسف إن أقول لكم إن المدونين بتتكلم لغة تانية خالص غير الواقع اللي إحنا بنعيشه. أنا بتكلم بمنتهى الصراحة. إحنا ما عندناش حاجة نخجل إن إحنا نقولها. أبداً. ولا نخاف منها. أبداً. إحنا بنقود بلادنا بالأمانة والشرف والعزة. بالأمانة والشرف والعزة عشان نعمل مجتمع يليق بمصر اللي إحنا بنتكلم عليها، اللي تاريخها أنتوا شفتوه من 5,000 سنة. فأنا بس عايز أقول لما أقوم ببرنامج هو الأكبر على الإطلاق في العالم كله لعلاج الفيروس سي في مصر، كانت مصر فيها ملايين من المواطنين مصابين بهذا المرض. ممكن دولة زي دولة متقدمة في أوروبا تعمل البرنامج ده لأن قدراتها الاقتصادية والتنظيمية والطبية تقدر تعمل ده، إنما لما أنا أقوم هنا في مصر مش أنا، الدولة المصرية تقوم بعلاج 55 مسح طبي ل55 مليون مصري حتى تتأكد من سلامتهم، واللي يبقى مصاب بالمرض اللي كان موجود هو الأعلى في العالم كله يبقى مش موجود. أنا بقول الكلام دوت لأن إحنا إذا كنا بنتكلم على منظمات مجتمع مدني، منظمات المجتمع المدني اللي موجودة في بلدنا فوق 45,000، فوق 45,000، وبتقوم بدور مجتمعي رائع، مجتمعي رائع. ولما إحنا وجدنا إن القانون بتاع منظمات المجتمع المدني في نقاش عليه، طرحناه مرة تانية لهم وقلنا لهم خشوا في حوار مجتمعي وشوفوا أنتوا عايزين تضيفوا إيه، عشان إحنا عايزين دوركم. لأن إذا كنا بنتكلم على دولة بالحجم ده وفي منظمات المجتمع المدني لها دور مهم جدا في ظل ظروفنا الاقتصادية الصعبة والاجتماعية الصعبة، يبقى لازم نوفر لهم المناخ بأن إحنا نسمع منهم. فأنا بس عايز أقول إن إحنا مش عايزين نختزل حقوق الإنسان في مصر على إنها يعني مع كل التقدير لآراء الناس، لكن آراء الناس أمر وهدم الدولة أمر تاني، هدم الدولة في مصر أمر تاني. وأرجو إن إحنا ما نبقاش بعاد عن اللي حصل في المنطقة قبل كده. اللي حصل في المنطقة قبل كده في الدول اللي راحت دي كانت مصر هتروح برضو. وأنا أتصور هنا إحنا أنتوا كنتوا هتقدروا تعملوا لنا إيه؟ عندما تتحول الدولة المصرية إلى حرب أهلية، إيه اللي كان ممكن تعملوه؟ أنا بكلمكم بمنتهى الصراحة والشفافية والمباشرة، الكلام ده أنا قلته في أول لقاء من 3 سنين في البرلمان، مش كده؟ قلت هذا الكلام وقلت لهم خلي بالكم القضايا اللي موجودة عندنا في بلدنا قضايا مختلفة خالص عن اللي أنتوا بتفكروا فيه. وبالتالي المفروض أنك أنتوا لا ترون فقط، وأنا بفكر الحوار، لا ترون فقط بعيونكم الأوروبية. نحن لا نراكم بعيوننا المصرية، نحن نراكم بعيوننا الأوروبية. فأنتم كمان مطالبين بأن أنتم ترون بعيوننا يعني ترون بعيونكم المصرية، تشوفوا مصر مش بعيون أوروبية. هتظلمونا وهتتهمونا باتهامات مش موجودة. وبالمناسبة اللي بيعمل سمعة دولية هو الاتهامات. لو ما حدش اتكلم وما أكم الموضوعات اللي موجودة على حقوق الإنسان في العالم، محدش بيتناولها، ما دام ما حدش تناولها الموضوع انتهى.